السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، بعضنا لما بيعدي عليه فترة يعني ضعف قدام ذنب وقعد يعني الموضوع كده عدى عليه وقت، وبعدين ينتبه فجأة ويسأل نفسه سؤال: هو أنا إزاي وصلت لكده؟ يبص لنفسه ويبص لحاجات هو بيعملها في يوم من الايام ما كانش يتصور ابدا ان هو لما يخلو بمحارم الله هيعمل كده، ان هو يبقى نظر ربنا سبحانه وتعالى ليه اهون من نظر الناس. فيبدا يسال نفسه: هو انا وصلت لكده ازاي؟ السؤال ده مهم جدا لانه بيخلينا ننتبه بدري للمشكله قبل ما تحصل. عارفين من الحاجات اللي عارفها الاطباء ان الشعور بالالم نعمه، انك تحس ان في مثلا شيء معين مؤلم، يعني مثلا واحد درسه بدا يوجعه، ده دليل على ان في حاجه لازم يحاول يعالجها. واحد مثلا عنده مشكله فيه درجه حراره معينه عملت له صداع، فبدا يدور على علاج عشان كان ده انذار، جرس انذار عشان يحل مشكلته. طيب لو جرس الانذار ده مع الوقت بدا يوطى يوطى لغايه ما عادش ملحوظ، طب ما الموضوع هيزيد. لذلك من الحاجات العجيبه جدا تسمية الناس لبعض الأمراض بأنها خبيثة، كان يعني الموضوع ده فيه نظر، بس هو إيه اللي خلاهم يسموها بكده؟ هي من ضمن الأسباب إنها ما بيتحسش بيها، إنها فجأة بيحدث انتشار، ربنا يعافينا وجميع المسلمين يا رب، وتلاقي الموضوع فجأة بقى غير قابل للحل أو حلوله صعبة جدا. ليه؟ عشان ما كانش فيه إحساس الألم، عشان ما كانش فيه تنبيه، عشان ما كانش فيه علامات معينة. احنا برضو مع معصية السر عندنا المشكلة دي، ان احنا مع الوقت بنستسلم لحاجة من اهم خطوات الشيطان. الشيطان له خطوات، ربنا سبحانه وتعالى في اكتر من موضع في القرآن بيحذرنا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان مش خطوة، الموضوع بيخلص، مش فجأة هيقولك اكفر زي ما ضربنا مثلا ببرصيصة اذ قال الانسان اكفر. لا، الموضوع ما بيبدأش كده، الموضوع بيبدأ بالتدريج. الشيطان صبور جدا، ما وراهوش حاجة، هو قاعد لغاية يوم القيامة: انظرني إلى يوم يبعثون. ربنا قال له إنك من المنظرين، فهو ما عندوش مشكلة في الوقت، هو يفضل معاك واحدة واحدة لغاية ما فجأة بتنتبه وتسأل نفسك السؤال اللي بدأنا بيه: هو أنا إزاي بقيت كده؟ الإجابة ببساطة إن أنت اتبعت خطوات الشيطان، إنك ما خدتش بالك إن الطريق اللي أنت مشيت فيه ده آخره حاجة اسمها التطبيع مع المعصية، إن المعصية بقت حاجة طبيعية، انك كنت زمان بتعمل معصية السر بس بتبقى متضايق. فاكرين لما اتكلمنا في حلقة عن موضوع اثر المشاعر على قيمة الذنب وعلى قيمة الطاعة، انك انت حالتك وانت بتعمل الذنب دي بتأثر على تقييم الذنب ده، وهل دي كبيرة ولا صغيرة، وهل ده هيبقى من ذنوب الخلوات المحبطة ولا ده استحياء وان شاء الله ربنا يتوب عليك. مش ده قلنا ان هو بيفرق بالقلب؟ طب لما واحد قاعد يتجاهل قلبه ويتجاهل مشاعر الندم، والندم توبة زي ما هنقول دلوقتي، ويبدأ: لا أنا يعني لسه وشوية وبعدين، ويسوف لغاية ما بالتدريج الشيطان نجح في حاجة نجح مع أجيال قبل كده فيها، حاجة اسمها التطبيع مع المعصية. وإذا فعلوا فاحشة، خلي بالك هم جايين بيعملوا فاحشة وعارفين إنها فاحشة، بس إيه قالوا؟ إيه قالوا؟ وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أم تقولون على الله ما لا تعلمون. هو مش فجأة هيقول إن ربنا أمرنا بالفاحشة، هو مش فجأة عبدوا ودوا سواعوا يغوثوا عملوا أصنام زي ما سيدنا عبد الله بن عباس بيقول وهو بيشرح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. آلهة عملوا منها أصنام وبيعبدوها. فسيدنا عبد الله بن عباس بيقول دول كانوا أصلا ناس صالحين، الناس دي الأسماء دي أسماء رجال صالحين، كانوا من قوم نوح. فلما ماتوا قال الناس: أقيموا أماكن عبادتهم أنصابا تذكركم بعبادتهم. يعني النية في الأول كانت كويسة، وبعدين الشيطان واحدة واحدة درجات وخطوات، صبور أجيال وراء أجيال لغاية ما وصل الموضوع إن هم إيه. فلما مات الجيل الأولاني ونسخ العلم عبدوها من دون الله. ونماذج كتير جدا
في هذا السياق ذاته مفيش وقت ان احنا نقولها، بس عايزين نوصل للمساله دي. انك انت فجاه ممكن تصحى من النوم تلاقي نفسك ما عدتش زعلان ان انت عصيت، ما عدتش ندمان، ما عدتش متضايق، بتسال نفسك السؤال باندهاش، هو انا ازاي بقيت كده؟ هو انا ازاي وصلت للمرحله دي؟ هو انا ازاي عمال اكترق؟ هو الموضوع عمال يتطور ليه؟ هو انا ما عدتش زي الاول كانت معصيه صغيره، لا ده الموضوع بدا يكبر وبدا يتطور وبدا يبقى متعدي وبدا يبقى فيه اعراض وبدا يبقى فيه ايه اللي بيحصل؟ التدرج، خطوات الشيطان. خطوات الشيطان من اخطر الامور اللي علاجها مباشره اهو انك انت تستغل الغصه، الندم اللي كان موجود في الاول ما تسيبوش، ده نعمه. زي ما قلت لك بنلاقي مكتوب دايما على وسائل المواصلات وساعات على الحيطان يقول لك الاحساس نعمه. الكلمه دي صحيح، الاحساس نعمه والله. انك تفقد الاحساس، انك ما عدتش تحس بان اللي انت عملته ده غلط، وان دي حرمات الله اللي انت بتنتهكها، وان في مجال انك انت دلوقتي عمال تتغير للأسوأ. المعصيه ولاده، والشيطان ما بيرضاش منك باقل من الكفر على فكره، هو عايز ده المقصد بتاعه. هو قال كده لأغوينهم اجمعين، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، مش هسيبهم. وبالتالي لما انت تمشي في خطوات الشيطان المعروفه الواضحه اللي ما قالها مهم جدا، اتكلمنا الحلقه امبارح عن خطوره من مخاطر ذنوب الخلوات وهي الياس. النهارده بنتكلم بقى عن اللي بعد الياس، انه ياس من نفسه وياس من التغيير، فكمل ففضل ما عادش فيه اصلا احساس، ما عادش حاسس ان عنده مشكله، ما عادش عارف ان عنده مشكله عشان يعالجها، هو خلاص طبع تطبيع مع المعصيه، ما عندوش مشكله، ما عادش شايف ان هو محتاج للتوبه اصلا. لان النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لك الكلمه اللي قلناها بقى من شويه، الندم توبه. ليه الندم توبه؟ علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب. انك عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى بيغفر، وعرفت ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعاقبك، دي معرفه بالله، فتوبت. لما كل ده انتهى، لما اصبحت خلاص الموضوع بالنسبه لك مجرد روتين، شيء عادي، معصية بقت شيء عادي، ما عادش فيها أي يعني شيء جديد، كل الموضوع بالنسبة لك إن أنت بتعمل شيء معتاد. عشان كده نيجي بقى للكلام العملي. زي ما قلنا احنا عايزين يعني كلامنا وعقليتنا تبقى عقلية حل، لازم يكون في حل، لازم التفكير. ببساطة شديدة جدا، استغل لحظة الندم، ما تستناش لغاية ما الموضوع يروح، لغاية ما الإحساس يزول، لغاية ما تتعامل مع الموضوع على إنه بقى عادي، بقى شيء طبيعي. ده انتكاس في الفطرة، ران بيعلو القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كل ذنب، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كل ما أذنب مؤمن، كل ذنب من ذنوب الخلوات أو الإعلان اللي بيستوي فيها كل أنواع الذنوب، مش الخلوات بس، كل نوع من أنواع الذنوب، إذا أذنب العبد نكتت نكتة سوداء في قلبه، نكتة فنكتة فنكتة، نقطة عمالة تتراكم كده حتى يعلو القلب السواد. وهو الران في قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم، خلاص بقى في جدار على القلب، ما عادش القلب حاسس، الإحساس النعمة دي زالت، ما عادش بيزعل لما بيعمل الذنب. فلذلك من أهم الحاجات والحلول العملية التعجيل، إنك تستغل الندم ده. واحد يقول لي طب الندم راح، أنا خلاص رجلي جت، مشيت على خطوات الشيطان، ما عدتش بندم، بعمل المعصية دي وأنا عادي. أقول لك اصنع لنفسك ندما، اصنع لنفسك غصة. أيوة تقدر، عندك طريقين رئيسيين عشان تبدأ. احنا خلاص ده بدخلنا بقى في الكلام العملي، الحلقات الجاية كلام عملي، كلها كلام عملي، ازاي نواجه ذنوب الخلوات، ازاي نواجه المشكلة دي. من أهم الوسائل انك انت تتوب مباشرة، انك انت تعجل وانت تلحق، طب ما لحقتش، اصنع لنفسك ندما. ازاي؟ واحد الندم ده مشاعر في القلب، اصل هو مزاجي، ده حاجه في القلب. انا هقول لقلب يندم هيندم؟ مش هتقول له كده، بس هتسلك طريق يؤدي بك الى الندم. زي ما مشيت في طريق استسهل المعصيه مره بعد التانيه ما عادش بقت صعبه، افتكر حاجتين وهيخلوك تندم لو عملت. انظر الى عظمه من عصيت، وانظر الى عاقبه الذنب. النظر لمن عصيت والنظر لعاقبه المعصيه. المعصيه اللي انا بعملها دي ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ذوقوا فتنتكم، وهو بيتكلم عن اهل النار، بيقول لهم النار دي مش النار، دي المعاصي اللي انتوا بتعملوها. يوم يحمى عليها في نار جهنم عن الذين كانوا يكنزون الذهب والفضه، يحمى دي هتعذبك.
النار دي مش نار، النار دي هي المعاصي اللي انت كنت بتعملها، اتحولت في الآخرة إلى جهنم، اتحولت إلى نار، لكن حقيقتها في الدنيا ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به. هو ربنا بيقول لك هو ده اللي كنت بتسأل. فتنظر ده اللي كنت بستعجل بيه يا رب، دي النظرة اللي أنا اتسهلت فيها، دي الكلمة، دي الشات اللي أنا عملته، ده اللي أنا الموقع اللي أنا فتحته، هو ده. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هو ده اللي أنت بتستعجل بيه، استعجل على إيه؟ ما في آخرة، ما في جنة إن شاء الله. لا أنا استعجلت، ماشي خلاص. فننظر إلى هذا، يبقى تنظر إلى عاقبة الذنب، وتنظر إلى من عصيت. أنا عصيت مين؟ عصيت اللي خلقني، والذي بيده محياي وماتي، الذي بيده مقاليد أمري، الذي له الخلق والأمر. أنا عصيت ربنا سبحانه وتعالى القادر على أن ينفذ عقابا علي الآن في هذه اللحظة. لو الإنسان فعلا قدر أن هو يسلك هذا الطريق، ينظر إلى عظمة، يبدأ يتعرف على ربنا، يبدأ يسمع عن ربنا سبحانه وتعالى، يبدأ حد يذكرك بالله عز وجل، اعرف صالحين، يبدأ دخل مجال تاني غير خطوات الشيطان اللي انت مشيت عليها، يبدأ دخل خطوات الصالحين، يبدأ شوف أنا أتذكر أعرف عن ربنا سبحانه وتعالى، أعلم عن الله الرحمن فاسأل به خبيرا، اسأل عن ربنا سبحانه وتعالى، ويبدأ اتعلم عن ربنا. وتعلم برضو المعصية دي عبارة عن ايه. اوعى تفتكر ابدا ان سهولة المعصية وتكرارها واعتيادها بيغيروا حالها، اصلا بقت سهلة انا بعملها على طول، يعني عملتها ونفعت. لا، اللي حصل مش ان المعصية اتغيرت، اللي حصل ان قلبك اتغير، اللي حصل ان قلبك على ران، اللي قلبك على سواد، وبالتالي ما عادش حاسس، فقد الاحساس. عشان كده الحل العملي للمسألة دي بقى، احنا اتكلمنا الحل العملي بتاع اليأس الامل، ألم يعلموا أن الله هو يقبل. تعرف أن أنت مهما يأست، مهما حصل، ربنا بيغفر، لا تقنطوا إن الله يغفر الذنوب جميعا. طب التانية الاعتياد، أنك تسلك سبل الندم، وقبلها الوقاية خير من العلاج، ما تستناش لما الإحساس يروح، استغل لحظة الندم. عشان كده اللي بيجي لي مثلا بيشتكي من معصية سر، أو بيشتكي من المواقع إياها أو الكلام ده كله، بقول له كويس انك بتشتكي، الحق بقى. معنى انك بتشتكي انك ندمان، معنى انت ما تعرفنيش ولا انا اعرفك، انت جاي لي ليه؟ جاي لي عشان انت عندك مشكله، يعني انت حاسس ان انت عندك خلل. طب استغل بقى بسرعه الندم، توبه، توب، بشجعه بقول له انت كده ندمان، انت حققت شرط من شروط التوبه وهو الندم، وهنقول بقيت شروطها دلوقتي في الحلقات الجايه ان شاء الله. لكن مهم جدا انك تعرف التعجيل كفايه تسويف. التسويف ده من اخطر خطوات الشيطان اللي بتؤدي الى هذا الاعتياد وهذا التطبيع. بكره هبقى انسان كويس، بكره هتغير، بكره هنبقى من الصالحين. اخوه يوسف قالوها، قالوا ايه؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هل كانوا قوما صالحين من بعد ما قتل يوسف؟ 40 سنه عدت عليهم، 40 سنه تقريبا لغايه ما يوسف بلغ اشده، بعض العلماء قالوا اكتر، وفضلوا في الوقت ده على فكره ما تابوش، لانه قالوا ايه؟ ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، يعني بيكذبوا لسه ما تابوش، مع انهم قايلين هنقتله ونتوب. تسويف، لما سوفوا ما تسبقش تقول والله انا هعمل النهارده المعصيه وبتوب بكره، مش عارفك انك هتعيش لبكره. قول لنفسك كده، دي معلش لو انا قاسي عليك في الحلقه دي شويه سامحني، بس دي مهمه جدا عشان تندم، عشان الندم ده والله نعمه، الاحساس نعمه. هو ده عنوان حلقتنا النهارده، الاحساس نعمه، انك انت ما تعتادش الذنب، ما تطبعش مع الذنب، ما تقولش وجدنا عليه عليها اباءنا والله امرنا بها، لا، ان الله لا يأمر بالفحشاء، هيفضل ذنب. انت اللي قلبك اتغير، انت اللي قلبك الاحساس فيه قل، نرجع الاحساس من خلال ايه؟ من خلال الندم، والبحث عن وسائل تحصيل هذا الندم من خلال معرفه الله، من خلال معرفه عاقبه الذنب. وقبل كل ده نعجل دلوقتي، احنا خلاص بدانا حلقات التعجيل، بدانا حلقات الحلول العمليه. اول حل الندم، والندم ده الغصة دي، الحزن اللي أصابك بعد ما عملت المعصية دي، فرصة طيبة جدا إنك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.